السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مواقف جيدة حدثت لي مع زملائي في كلية الطب جامعة الأزهر. أولهم كان الدكتور هاني السبكي. هاني السبكي كان من عائلة يعني عريقة في العلم. أبوه كان الشيخ السبكي، كان من علماء الأزهر الشريف، كانوا ساكنين في العباسية. احنا في وقتها كنا اتعرفنا على بعض طبعا في السنة اللي احنا بنتكلم عنها دي، سنة اسمها تأهيلي او تمهيدي، اللي احنا كنا بندرس فيها العلوم الشرعية في جامعة الازهر قبل ما نخش كلية الطب نبتدي في دراسة العلوم الطبية اللي بنتكلم عنها. كان هيني السبكي إنسان محترم جدا، هو مازال محترم جدا، وبيحب الفن وبيحب الفنانين، وكان عنده موهبة في تأليف المقطوعات الموسيقية. كنا دايما واحنا في إعدادي بعد ما خلصنا السنة التمهيدية دي بنعدي عليه في العباسية، لأن كانت الكلية الطب بتاعتنا في مدينة نصر، ونقعد عنده في البيت نشرب شاي ونتكلم. وكان هو دايما يحب يسمعنا مقطوعاته الموسيقية اللي هو بيألفها. وطبعا كنت بقعد عنده أنا وبعض الزملاء نستمع، وطبعا إحنا مش فاهمين حاجة، ما عندناش تذوق فني. هو لما كان بيلاقي إن إحنا مش مهتمين من المزيكا بتاعته اللي مؤلفها، كان بيحول العزف على قطعة من المقطوعات الموسيقية لمحمد عبد الوهاب او ام كلثوم في اغانيها او الاخر. فجدنا جميعا انتفضنا، قلنا الله حلو قوي قوي قوي. فكان طبعا ينهرنا ويشتمنا، قلنا يا ولاد كذا وكذا 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 وكذا، دي مش اغنيتي انا، ده مش مقطوعتي انا، دي مقطوعه سيد درويش او سيد مكاوي او محمد عبد الوهاب او احد اغاني ام كلثوم. كان لي تجربة أخرى مع الدكتور هاني السبكي أيضا في عام 2006. كنا نازلين مصر لأمر مهم جدا، وهو بعض الشباب في الإغاثة الإسلامية حبوا يتعاملوا مع الفنانين، خاصة النجوم زي صابرين وزي حنان تركي وزي طارق، مش فاكر اسمه، طارق إيه يا ربي، يعني احد الفنانين الاخرين وغيرهم، يعني كان مجال. وانا كان ليا راي طبعا بقوله دايما ان المفروض الفنان يقف جنب المؤسسه، المؤسسه تكون اكبر من الفنان. فكنا نازلين مصر فقلنا نلتقي بالدكتور هاني السبكي لانه ليه صله بالفنان. طبعا كان ليا زميل اخر هو الدكتور عادل المدني، وكان برضك اخصائي امراض نفسيه وعصبيه. اجتمعنا مع الدكتور هاني السبكي في مكتبنا في مدينة نصر في الوقت ده، وجه وقعد يوصف لنا شخصيات الفنانين خاصة الممثلين الذين يتقمصون أدوار مختلفة، وشرح لنا إنهم بيتأثروا، لبسهم بيتأثر، كلامهم بيتأثر بتقمص الشخصية اللي هم فيها. بس قال لنا كلمة جميلة جدا 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 ما زالت أتذكرها إلى الآن، وذكرني إياها أحد زملائنا اللي هو الأستاذ لطفي اللي هو مسؤول مؤسسة الوقف. قال: لا تتزوجوا الفنانين ولا تعطوهم القيادة، لأنهم إن أعطيوا القيادة وتزوجتموهم فيؤثروا على المؤسسات تأثير سلبي. أخذنا النصيحة دي وعملنا بها من وجهة نظر تقمص هذا الفنان للأغنية اللي بيغنيها أو للدور اللي هو بيقوم به. فحينما نتعامل مع هؤلاء الفنانين علينا أن نكون حذرين حذرين حذرين، ونتعامل معهم بالمشروع، نتعامل معهم بالجلسة، نتعامل معهم بشيء مؤقت وليس بشيء دائم. نشكر في هذه العجالة أستاذنا الدكتور هاني السبكي لهذه النصيحة الغالية لما زلت أعمل بها للآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.